أن نقول بأن الشباب عليهم أن يدركوا جيدا أن الذي يحميهم من هذا التأثر الكبير أمران. الأمر الأول هو الاستعصام بحبل الله، إذ لا يمكن أن تتوفر لديك خلفية أو أرضية حضارية إلا بمثل ما توفرت للمسلمين الأوائل. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. واليوم ليست مشكلتنا مع الغربيين مشكلة سياسية ولا مشكلة اقتصادية، هي مشكلة دينية، لأنهم ينظرون إلى الإسلام على أنه العدو الأول. أما الحضارات الأخرى فيمكن أن تعيش بلا دين، كما أن دينها لا يمكن أن يمدها بالأسس الحضارية الكافية للنهوض. فلا تستطيع الشتنوية في اليابان التي تميز الناس على أساس العرق، لأن الشتنوية التي انطلقت منها اليابان إبان غزوها للعالم في بداية القرن العشرين كانت تصنف الناس إلى عرق أبيض وعرق آخر ملون، فلما وجدوا أن الكوريين يشابهونهم في اللون عمدوا إلى أن يخترعوا لهم طريقة يثبتوا فيها أن الكوريين أغبياء، لأنهم يحملون شفة أخرى وعينا أخرى إلى غير ذلك، وكتبت في ذلك صحفهم كما تقول إيمي شوا وهي صينية أمريكية من أصل صيني في كتابها عصر الإمبراطورية، وكانوا يقتلون الآسيويين الآخرين الذين احتلوهم على أساس ديني لأنهم ليسوا شتنويين وعلى أساس عرقي. لا تستطيع الشتنوية أن تبني حضارة، كما لا تستطيع الكونفوشيوسية التي تحكم الصين الآن أي الديانة الصينية لا تستطيع أن تبني حضارة، لأن غاية ما فيها هي مجرد منظومة أخلاقية تدعو إلى التسامح والانتباه.